برر الكرة إلى شاي الشرحيلي لكنها مقطوعة. خالد الزيلعي يكمل المشوار وتصل إلى رافائيل باستوس. باستوس إلى شاي الشرحيلي، إلى رافائيل باستوس مرة أخرى، يحاول بمهارة ما يزال يمتلك الكرة. عرضية شايع إلى باستوس، لا وجود للتسلل، والهدف أروع منه ما في. هدف جميل جدا، كرة من تمريرات باستوس عندما دخل في العمق جاب الهدف الأول في الدقيقة 16. رافائيل باستوس أتقن تماما التمريرات، كانوا ثلاثي شايع شراحيلي رافائيل باستوس خالد الزيلعي، كمل المشوار والكرة جاءت لباستوس، يضع كرة متقنة تماما في المرمى الكويتي. هدف أول، هدف أول جميل كان للنصر داخل منطقة الجزاء. جاءت التمريرات بعيدة حتى من راية الحكم المساعد الأول صالح المرزوقي. هذه عادة، هذه مهارة باستوس الأولى في المرور، مرها شايع شراحيلي، مرور ثاني من خلف علي مقصيد والتسديدة في مرمى أيضا محمد غانم، والهدف النصراوي. شوفوا اللقطة توضح، يا عيني على الهدف، يا سلام على هدف جميل، هدف متقن وهدف لا يوضع إلا في هذه الزاوية لو أردت أن الخطورة. أحمد هايل هنا يحاول لاعب العربي والتسديدة من هدف التعادل. هدف أجمل من هدف، هدف جميل للنصر وهدف جميل للعربي. أحمد هايل يسجل هدف هايل، هدف جميل في الدقيقة 19 بعد دقيقتين فقط أو 3 دقائق من تسجيل النصر لهدف الأول في المباراة، يأتي هدف التعادل للعربي الكويتي بتسديدة خادعة حتى وتسديدة فوق حارس المرمى عبد الله العنزي، وهدف التعادل العربي. هدف التعادل للعربي أحمد هايل، شوفوا إعادة جميلة وشوفوا التسديدة باليسرى ساقطة وفي الزاوية العليا اليسرى على يسار حارس المرمى عبد الله العنزي. هدف أول للعربي، هدف أيضا باليسرى وبالعقل، هو هدف بالعقل حقيقة، ليس تسديدة قوية ولكنه هدف بالقدم اليسرى التي لا يسدد بها عادة أحمد هايل، ولكنه أتقن تماما أحمد هايل هذه الكرة وسجل وبعشرة لاعبين. حسني يسجل، حسني يسجل في الدقيقة 20، حسني يسجل في الدقيقة 20، حسني عبد ربه يسجد شكرا لله. هدف من ركلة جزاء محمد غانم على اليمين، وحسني عبد ربه يضعها في المرمى. هدف، هدف للنصر، هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل، ركلة جزاء نصراوية وبعشرة لاعبين وهدف التعادل لصالح النصر. كرة في الأمام، محاولة كسر التسلل وهدف ثاني، هدف ثاني في الدقيقة 34، هدف ثاني في الدقيقة 34، حسين الموسوي، حسين الموسوي وهو ما يتقن تماما اللاعب العربي. شوف البرتغالي، البرتغالي جوزيه رومانو، وكرة في الأمام للعربي، والكرة اللي كانت خلف أيضا محمد عيد، والتمريرة في المرمى في الدقيقة 34، هدف ثاني عن طريق حسين الموسى. هذه عادة، شوف التمريرة ممتازة كانت أيضا من فهد الرشيد لحسين الموسوي، وانفراد مباشرة بمرمى عبد الله العنزي، والكرة في المرمى على يسار عبد الله العنزي. هدف ثاني للعربي، هدف ثاني للعربي. ذكرت يعني النصر كان ناجح في كشف التسلل، لكن حاول على طرف منطقة الجزاء لحسين حسني عبد ربه، تمريرة خالد الغامدي، خالد رفعة عالية والسهلاوي، ايوه يا نصر، السهلاوي في المرمى، السهلاوي في المرمى، يضيع يضيع ويجيبها وقت الحسم في الوقت بدل الضائع. النصراويون في تقدم وفي خطوة مهمة في ربع نهائي كأس الأندية العربية للأندية، ويفرح هذا الجمهور الكبير الكثير الحاضر في استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز. هدف ثالث للنصر بعد ضغط وضغط 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 ومحاولات، والكرة في المرمى أخيرا. السهلاوي، السهلاوي يأتي بكرة بالرأس، لأن اللاعب اللي يلعب بالعقل والعرضية كنا نبغى واحدة متقنة وجاءت متقنة بالفعل من خالد الغامدي. نتابع الإعادة، وعالية الارتقاء والتنفيذ والتسديد وفي المرمى تماما على يسار الحارس محمد غانم حارس مرمى العربي، وهدف استحقه النصر كثيرا وأضاع مثله لاعب النصر كثيرا، ولكنه تحقق في أحلى
احلى الاوقات في اصعب الاوقات على العرب الكويتي، وفي احلى الاوقات على الجمهور الكبير الحاضر الذي يتابع هذا اللقاء. هدف نصراوي ثالث ياتي من محمد السهلاوي الذي يصالح الجماهير، يصالح ما اضاعه بهذه الكره، وهنا يتقدم بكره قطعها وعرضيه حسني. ها ما قلت لكم بيضيع النصر، ما قلت لكم بيضيع النصر؟ بالفعل النصر يضيع اليوم اهدافا، يضيع اهدافا، ولكنه يسجل.